عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ دلوقتي معانا حقن عضل امريست عشان الترجيع. بفتح السرنجة وبركبها كويس، وده الأمبول اللي موجود معانا. هسحب الأمبول كله، تمام، او الكمية اللي انا هاخدها. يعني مهم جدا بعد كده اطلع الهواء. كده الحقنة جاهزة معانا. هنجهز منديل بكحول او قطنة بكحول، وهنقسم الإليا، هي الحقنة دي لطفلة، بنقسم الإليا بتاعت الطفلة لأربع أجزاء، بندي في الربع العلوي الخارجي مسحة في اتجاه واحد. ما تخافيش، أنا هديكي سنتي واحد بس، هديكي سنتي من غير عيد، ما تخافيش. اهو بصي، أول ما أقولك اضغطي على أسنانك تروحي ضغط عشان ما تحسيش، ما تلفيش أنتي بس، مش هتحسي. يلا اضغطي، ها اضغطي، يلا ضغطي اضغطي بس، خلاص دخلنا اهو، بس خلاص هنثبت وندي الحقن، بس خلاص 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 بس خلاص بس خلاص، وبنضغط لمدة دقيقة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك القناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.